طب معلش الاول في الحقيقه انت علاقتك ايه محمد منير؟ يعني حبيتيه في انهي مرحله؟ ايه اكتر اغنيه بتحبيها له؟ انا كل اولا الموبايل بتاعي كله اغاني محمد منير، يعني انا عشق، انا محمد منير بالنسبه لي يعني هو بجد انا بعتبره اسطوره، يعني راجل كل اغانيه تاخديها على الحبيب وتاخديها على مصر، يعني انا يعني بحيي طب من ذكائه انهي مرحله؟ يعني من مرحله شجر الليمون، ولا حط الدبله وحط الساعه، حط سجاير والولاعه؟ بتحبي يعني قولي لي مرحله، انهي مرحله؟ لا المرحله يعني اللي اقدر اقول اني ابتديت استوعبها قوي، يعني اللي هي من يعني فتره التسعينات بقى، يعني اللي هو المرحله دي يعني. تاني فيلم في حياتي كان مع محمد منير، كنت طالعه خطيبته، كان اسمه ليه يا هرم، كان بطوله فريد شوقي كنت في ميرفت معهد أيانية، امين، معهد معهد فنون مسرحيه، ميرفت امين، صلاح السعداني، كان اخراج استاذ عمر عبد العزيز. انا جاي اتفق معاك نروح حفله عصام سوا. معقول اهلك وافقوا وتسهري بره البيت؟ طبعا لا، من امتى ما وافقوا على حاجه انا بعملها؟ بس هقول لهم هذاكر مع الاهل، هو بيت عندها. ها هتعمل ايه الليلتي؟ عندي فوق سياح هاخده معايا الحسين. طب اجي معاك. هنشبط سلام. وعلى فكره وفي سهره بكره كمان. المشروع ده فرصة عمرنا اللي هنحقق بيها كل احلامنا. بقول لك هينقلوا الهرم. افرض احنا مالنا؟ مالنا؟ طبعا احنا داخلين على جواز، يعني شقة وعفش وعربية.